نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء شائعه تغيير السلع الاساسيه المدرجه على البطاقات التموينيه نتيجه للنقص المعروض وتواصل المركز مع وزاره التموين التي نفت الشائعه واكدت الوزاره توافر كافه السلع التموينيه بشكل طبيعي دون تغييرها مع انتظام ضخ كميات وفيره منها يوميا بجميع المنافذ التموينيه والمجمعات الاستهلاكيه وفروع مشروع جمعيتي وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعده اشهر مقبله كما سيتم اطلاق معارض اهلا رمضان في نهايه الاسبوع المقبل